بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى هذا اليوم إلى الاتحاد السويسرية ليبدأ جلالته زيارة يلتقي خلالها مع فخامة الرئيس يوهان شنايدر أمانة رئيس الاتحاد السويسرية. ويجري الملك المفدى خلال الزيارة مباحثات مع فخامته تتركز على دعم وتعزيز العلاقات الطيبة والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في شتى الميادين، إضافة إلى الأوضاع والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك. رافقت صاحب الجلالة سلامة في الحل والترحال.